السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم على قناتي. معكم أسماء من قناة أسماء للطبخ. بسم الله على بركة الله، نبدأ أول فيديو من فيديوهات الروتين اللي حنجرب أني نشاركها معكم في القناة، بما أن القناة ما شاء الله راح قريب وعن قريب إن شاء الله نلحقوا إلى 100,000 مشترك. قررت أني نعمل تغييرات خفيفة في القناة، وهذا راح يكون عبارة عن أول روتين ولا أول فيديو لي في هذا المجال. نتمنى أنه يعجبكم هذا الروتين، وإذا عجبكم تخلوا لي تعليق في يعني في التعليقات، وأنا أقول لكم بسم الله نبدأ اليوم. نصبح بكري، أنا في العادة ناخد أنتي، بصح اليوم كنحكم لي أنا كابوتشينو، نوضت ولادي، لبست لهم، وبسم الله نبدأ بقضاء يومي مع بعض. أول حاجة راح ناخد دراني المسيد، يعني عندي الولد والطفلة يعني بداو يقراو. أول حاجة رايحين ندوهم مع بعض المسيد، من بعدها راح نبداو في نهار طويل عريض مليء بالمشقات. لكن نقولكم دائما ما تنساوش الأدعية تاعكم، علموا ولادكم يعني أدعية الخروج من البيت، دعاء الصباح دعاء المساء، حتى دائما كما نقولوا يتعلموا يعني يدعوهم. أنا ولادي دائما يعني عند الباب نقول لهم قولوا معايا دعاء الخروج من البيت، يعني يعودوه معايا بهذه الطريقة، يتعودوا على الأدعية. وكما قلت لكم أول حاجة ناخذهم إلى المدرسة، من بعدها راح نبدأ يوم مع بعضنا. هنا من بعد ما دخلتهم يعني ندخل كل واحد الى القسم تاعو، راح ناخذكم معايا في جوله خفيفه الى يعني في واحد من السوبرات ولا في واحد من المحلات اللي موجوده عندنا هنا في لندن، واللي هو ازدا. يعني الاخوات المتواجدات في انجلترا يعرفوا هذا المحل، ويعني هو عباره عن يعني سوبرات كبير، فيه قسم للملابس قسم للخضار. انا اليوم راح ندير معكم جوله خفيفه برك في ملابس الاولاد. كيما شفتوا الاخوات يعني الموجودين هنا، اصدار عاملين 25% تخفيض بكل حاجه تختاروها. يعني على بالي الامهات دايحين يفهموني، يعني سبحان الله لما ندخلوا لهكذا وين يبيعوا الحوايج، دائما نروحوا لو كوتي وين يبيعوا يعني تاع الدراري، دائما ننساو عمرنا سبحان الله. انا وحده ندخل يعني كنا ناويه نشري حاجه ليا، من بعد ندخل يعني نبدا نشوف حوايج لولادي، نصرف هذوك الدراهم ونخرج ما نشري حتى حاجه لروحي، ما على باليش اذا غير انا هكذا ولا الامهات كامل كيف كيف. كيما قلت لكم اصدار وعامل تخفيض 25%، يعني شوفوا ما شاء الله عنده انواع والوان من يعني من الملابس. يعني هاد لو كوتي تاع البني تاع الصغيرين، وكيما قلت لكم فيه لو كوتي تاع لي غارسون يعني تاع الاولاد، لو كوتي تاع النساء، لو كوتي تاع لي بيتي فيات يعني كيما عمر البني تاعي يعني 6 سنين، كاين لو كوتي تاع لي غارسون. انا يعني درت جوله خفيفه هكا بالنسبه لملابس البنات الصغار، لانه لو بيبي تاعي كانت محتاجه حوايج جدد كيما تعرفوا، خاصه كي يكونوا صغيرين سبحان الله دقيقه يكبروا، يعني دائما لازم تقعدوا تشولون في الحوايج. انا دوك يعني كبرت لي، كان لازم عليا شي لاكا حويجات خفاف تاع الشتا، شريت تاني حويجات يعني جوست دي بول برك هكذا لولادي، بما انه لي جين كان عندهم يعني خديت لهم برك هكا تريكوات شويه سخونين، بما انه حنا عندنا بدا شويه البرد. كما قلت لكم يعني درت جوله خفيفه، من بعد هاد لاليكات يعني عجبتني بزاف، يعني كنت حابه نقيسها، لكن يعني لا كابين دي سياج كانت يعني مغلوقه، سيتي با بوسيبل انو نقيسها، يعني بالك نعاود نولي نشريها. يعني شوفوا هاد لو مونتو شحال شباب، واللون يعني لو روز راهو تري على مود هاد العام. فوالا هنا كيما قلت لكم كاين لو كوتي تاع نسا وين فيه الحوايج تاع نسا، لي مونتو لي بول لي جين اكسيتيرا، كاين هاد لو كوتي تاع لي بيجاما. من بعد كيما قلت لكم كاين كوتي تاع الرجال، ان كوتي تاع لي غارسون، يعني فيه
دي غيون اي دي غيون. كيما قلت لكم اذا عجبكم هذا النوع من الفيديو، اذا حبيتوا جوله مفصله اكثر خلوا لي تعليق. من بعدها رحت لو مارشي، يعني خرجت من ازدا، خرجت من داك سوبيرات جست على لو مارشي. انا دائما يعني نحب ندوز على لو مارشي نشوف واش كاين اون بروموسيون. ما نكذبش عليكم دائما شي الحاجه اللي تكون بروموسيون، كيما شفتوا صبت عفوا السلق اون بروموسيون. من بعدها يعني درت شويه في لو مارشي، صبت ثاني كل باذنجان، صبت التفاح. يعني ما كتبش عليكم خاصة وحدة كي تكون ربة بيت، يعني عندنا بزاف المصروف، عندنا بزاف ريسبونسابيليتي، دايما نتبع الحاجة اللي تكون اون بروموسيون، كسوسوا الخضرة كسوسوا اللبسة كسوسوا كل حاجة. يعني نروح لو مارشي نشوف حاجات اللي يكونوا هكذا دايرينهم بروموسيون ولا منقصين لهم. من بعد يعني ندير لو مونو تاعي على حساب واش قضيت. كيما شفتوا اليوم خديت السلق، خديت باذنجان، خديت تفاح، وهنا تاني كسبت لامونك اون بروموسيون، خديت حبه هكا تاع لامونك كبيره. وراح نروح مباشره الى البيت. هنا من بعد ما يعني راح جبت ولادي من المسيد على 3 هكذاك 3 و4 خديتهم المسيد ودخلت. راح نبدا نطيب العشاء تاعي اليوم. راح ندير معكم ان غراتان تاع السلق بزاف 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 بنين، ما يحتاجش كامل اللحوم. كيما شفتوا خديت السلق تاعي هذاك اللي شريناه مع بعضنا، غسلته مليح، تخلصت من هذاك التراب كامل. من بعد تقطعته زدت شللته مليح، يعني السلق يرفد بزاف التراب يعني شلوه مليح. من بعدها راح نحطو يفور في لاكوكوت. انا نحب نفورو في لاكوكوت يعني كي نكون هكا مغاوله تجيني بلو رابيد. نتوما تحبوا تفوروه يعني فوق القدره والكسكاس، تحبوا تغلوه، تحبوا ما تفوروهش كاع، كل واحد كيما حب. انا نحب نفورو بهذه الطريقه. من بعدها من بعد ما فار كيما شفتوا خليته قطر لي مليح حتى تخلصت عفوا من هذاك الماء الزايد كامل. وراني خديت البطاطا هكذا عباره عن دوائر راني نقلي فيها، راح يكون غراتان بطاطا مقليه، السلق، اون صوص بيشاميل اي فرماج. وراح نروح الى يعني البطاطا تاعي راهي تتقلى، وانايا راح نطيب العشاء تاع لو بيبي تاعي اليوم. راح ندير لها كيما قلت لكم هكا زروديه، نقطعها عندي يعني شويه زروديه، زوج سنينات تاع الثوم صغيورين، عندي هكذا شويه تاع البرو، ما عندكمش البرو عوضوه بالبصل. عندي هكذا قطعة من القرعة الحمراء ولا الكابويا اللي فريمون فيها فوائد رائعة خاصة لي بيبي صغار. وناخد حبيبة تاع بطاطا تكون صغيرة، راح نخلي هاد الخضرة تاعي كامل تفور. وكيما شتو كنت حطيت حبة ولاد الدجاج تغلى. انا البيبي تاعي قريب دير 9 شهور، يعني كي دار 8 شهور 8 شهور ونص بديت دخلت لها صفر تاع البيض، يعني لو جون دوف لو بلون، لا لو جون دوف نغليه. من بعد تشوفوا كي طيب الخضره تاعي راح نرحيه معاها، نحط الخضره تفور ونعاود نولي لو غراتان. كيما قلت لكم هذا غراتان عباره عن غراتان دي بينار مع بطاطا مقليه دوائر. هاد لو غراتان يعني ساهل خاصه كي ما يكونش عندكم لحم في الدار ولا دجاج ولا فيوند هاشي، ولا دي فوا نعياو دي فوا نحوسو طيابات ونقولوا خلاص يعني كرهت من اللحم، كرهت من لا فيوند هاشي، كرهت من الدجاج. ساعات الانسان يحب ياخذ حاجه هكا خفيفه وتكون بدون لحوم. كيما شفتوا خديت حبه بصل مليحه سكرفشتها في المقله تاعي، درت شويه ملح، شويه في الكحل، شويه مارغرين مع شويه زيت، وراح نقلي هذاك البصل تاعي مليح حتى يدبل، يعني من 5 إلى 10 دقائق على نار خفيفة. بعد ما دبال ضفت عليه هذاك السلق، راح تانيك نقعد نقلي فيه بهذا الشكل حتى هذاك السلق تاعي يعني يطلق الماء تاعو ويشرب الماء كامل، لازم ينشف لنا. وتانيك السلق بلاكو يعني السلق ما يحبش الملح، ديولو رشه برك تاع الملح، بلاكو تمشي يدكم في السلق في الملح عفوا، والا راح يجيكم مالح. انا هنا من بعد ما السلق تاعي تقلى مليح مع هذاك البصل نحطو هكا على جنب ونبدا بتحضير لاصوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل حضرتها معكم عده مرات، راح نعاودها معكم مره اخرى. ناخذ 3 مغارف كبار تاع لا مارغرين، نحطهم هكذا يدوبوا. من بعد ما يدوبوا نضيف عليهم 3 مغارف كبار تاع الفرينه، راح نقليهم مليح مع بعضهم. يعني هنا ما تضحكوش عليا لو فوي تاعي تكسر، استعملت يعني هذاك لو فوي تاع لو باتوري الكتريك، يعني ساعات الانسان لازم يخدم بواش عنده في الدار. من بعد نبدا نضيف في اضافه الحليب تدريجيا وانا نحرك. انا هنا درت حوالي نص ريت الحليب، لازم تحصلوا على صوص بيشاميل تكون شويه ثقيله، يعني ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش تانيك ثقيله بزاف يابسه، تكون بين وبين.
كيما شفتوا نبدا نضيف الحليب تاعي تدريجيا. اذا شفتوها هنا تبركست لكم، خذوا لو بغا هذاك لو بغا ميكسور وحيوها، يعني بلو بغا ميكسور راح يتنحاو هذوك البراكس. كيما شفتوا ضفت عليها 4 قطع من الجبن المثلثات. اذا نتوما عندكم لافاش كي غيشاف ضيفوا واحد لافاش كي غيشاف راح تعطي لها بنه رائعه. ضفت شويه برك تاع الملح بما انه شفتوا فيها 4 بورسيون تاع الفرماج، وثاني راح نضيف فيها لو شيدر راح يعني الملح بالك شويه يغلبكم. ضفت عليها رشه تاع فلفل الكحل مع رشه تاع جوزه الطيب، جوزه الطيب تمشى بزاف مع السلق. راح نخلطهم هكذا مع بعضهم. من بعد واش ندير؟ نحكم هذاك السلق والبصل اللي كنت قليتهم مع بعضهم، نطفي النار اكيد ونخلطهم هكا مع بعضهم حتى نتحصلوا على اون صوص بيشاميل مخلطه بالسلق. كما قلت لكم لاصوص بيشاميل تاعكم تكون شويه ثقيله، راح نضيف عليها كميه تاع لو شيدار. كما تعرفوا هاد لو غراتان كما شفتوا ما فيه ني حم ني دجاج ني والو، الفرماج هو اللي راح يعطي البنه تاعو. وصدقوني وصفه بزاف بزاف بنينه، نتمنى انو تجربوها. ما كانش عندكم شيدار ما تكلفوش نفسكم، ديروا غير الفرماج بورسيون هو اللي راح يعطيكم بنه ثاني. كما شفتوا انا هنا كطبقه اولى في لو بلا تاعي حطيت هذوك دوائر البطاطا اللي كنت قليتهم. انتم اذا ما حبيتوش تقليهم تقدروا تفوروهم، لكن صراحه مقليين يجوا بنان. من بعد ندير نص كميه خليط البيشاميل مع السلق والجبن. راح ندير طبقه ثانيه من دوائر البطاطا المقليه، ونكملها بطبقه اخيره من كريمه ولا صوص بيشاميل السلق فرماج. وفي الاخير راح نشبح ولا ندير فوق السطح تاعي كامل لو شيدار. كيما شفتوا اون مامو خاصه يعني ربه بيت لازم تكون يعني كيما نقولوا حنا عندها 10 يدين، يد في الطياب، يد مع الدراري، يد مع الماكله تاع البيبي، يد مع الماعن. يعني لازم تنظمي وقتك اختي، لازم تكوني منظمه، لازم تعرفي تسيري مع الوقت، والا يعني راح يعني جو فايت خدي بوغدي ما راحش تصيبي روحك. كيما شفتوا انا هنا من بعد ما فات لي الخضره ضفت عليها صفار حبه بيض، ضفت عليها شويه زيت قبايل ولا زيت الزيتون. يعني كاين اخوات نقول زيت قبايل يقولوا لي علاش تقولي زيت قبايل، خواتاتي يعني تعودت انا هكا يعني في الدار ولا لهجه تاعي نقول زيت قبايل، يعني ما نقصدش بها انه الزيت مخصصا للقبايل، يعني باش كيما نقولوا نصحح نفسي زيت الزيتون. اي فوالا كيما شفتوا انا هنا الماكله تاع البنيته تاعي طابت. راح نقسمها على يعني 3 بورسيون هكا، راح تاكلها كيما نقولوا حنا على 3 مرات، تفطر تتعشى وتفطر. نحطها هكذا ما نغطيهاش، نحطها هكا دو كوتي حتى تبرد. من بعد ما تبرد نغطيها ونخبيها في الثلاجة. راح نروحوا الى اون كومبوت، يعني ما عندهاش لا كومبوت. كيما شفتوا في لو مارشي كنت شريت التفاح مع لامونك، انا دائما يعني كي نروح المارشي ولا نروح نقضي يعني نجيب واش نجيب، من بعد نخمم واش نطيب. كيما شفتوا صبت التفاح ولا مونغون بروموسيون، لما لا يعني نشري وندير لها لبنتي اون كومبوت تاع لو ميلونج مونغ بوم عفوا. وكيما قلت لكم يعني بالك نتوما يعني في بلد وين ماشي متوفرين لامونغ، معليش عوضوه بالخوخ، عوضوه بالمشمش، عوضوه باللنجاس، نتوما واش عندكم. كيما شفتوا انا خديت 2 حبات تفاح كنت درتهم مع هذوك قطع تاع المانجا اللي قطعتهم وخليتهم فارو، من بعد رحيتهم. انا هنايا يعني بنتي كي تجوز تعشى نعطي لها كان بو تاع البويون ولا تاع لا سوب، من بعد نزيد لها هذاك لو بتي بو تاع لامونغ كومون ديسير. اي فوالا انا هنا لو غراتان تاعي من بعد ما درتو في لو فور طاب، يعني جلي جوست غراتيني كامل راهو طايب في طايب. هنا خليته برد لي واحد نص ساعه باش كي نقطعو يعني لا ديكوب تبان لكم بزاف شابه. وكان قطعته هو سخون لا صوص بيشاميل تكون شويه سخونه، يعني راح يتحرحر وراح يغلبني. اي فوالا هنا راح نقطع قطعه قدامكم. ولحقنا الى نهايه هذا الفيديو، نتمنى يا ربي انه هذا النوع من الفيديوهات يكون عجبكم. يعني كان سبق وسالتكم قلت لكم وشنو هو رايكم في فيديوهات الروتين، يعني كان عدد كبير الله اعلم 80% قال لي نعم لفيديوهات الروتين. قلت نغير ولا راح نجرب اني نجيب يعني فيديوهات شويه جدد على القناه كتغيير، وثاني يعني حتى الانسان ما يحش بالملل هو يشوف الفيديو تاعي. وانا نقول لكم نتمنى يا ربي انه تكونوا قضيتوا معايا يوم شباب، نتمنى يا ربي انه روتين تاع اليوم يكون عجبكم.
وانا اقول لكم نتمنى يا ربي ان يصيبكم دائما بخير وعلى خير، وما تنسونيش بدعوة خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا.